بتمنى يوم من الايام نقعد الصبح نلاقي ساكنين ببيت، المطبخ لحال، غرفه لحال، يعني ومكان الواحد ياخذ راحته فيه، الطفل يلعب فيه. طوال سنوات المعاناة والحياة الصعبة لدى العوائل لينتهي بهم المطاف في خيمة قماشية لا تستطيع أن تقف في وجه الكوارث الطبيعية، لذلك كان لابد من تأمين مسكن كريم وآمن يحافظ على كيان الأسرة ويؤمن لها الاستقرار والخصوصية، وذلك من خلال مشروع تعزيز الوصول للبنى التحتية للمخيمات بخدمات المياه والمأوى. تم العمل على استبدال الخيام القديمة في مخيم مريم ضمن قطاعي الفاتح والكرامة بوحدات مأوى مخدمة بالمياه والكهرباء ل 118 عائلة، وتجهيزهم ببنية تحتية جيدة كصرف صحي وطرقات منارة وإنشاء أماكن مخصصة للعب الأطفال. إنارة الشوارع بالليل عم تطلع بتمشي بالصريقة، بالخصمة إن نحن خطيرة بنخاف بالزحفة. على دار 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 غير عن الخيام، دور هذا الليل يا الحين دحج هالمراجيح ودح لا مطر لا هواء يضرب وينا وحيطان زينة، والله مبسوطين ومكيفين بهالمطارح من قلبه، إن شاء الله تصير لكل الناس. Thank you.